الله، اشتريت تلات يمامات، بقالي اسبوعين بحوش في الفلوس عشان هجيبهم، بس جبتهم في الاخر. بتطير بتطير بتطير، خليها هنا يا عم، خليها هنا. انا كان نفسي من زمان فيهم، بس الحمد لله جبتهم يعني. وانا ليه ده؟ اعمل حمام. ياه، الواحد جاي زهقان وتعبان. ايه ده؟ ايه ده يا مام؟ ايه ده؟ حرام، مين اللي حط اليمام ده هنا؟ حرام اصلا اليمام ده يتحط في القفص ده ويتربى. مين اللي عمل كده؟ انا اصلا جاي من الشغل تعبان، اوجع دماغي ليه؟ انا رايح شويه اروح بقى العب باليمام. ايه ده؟ فين اليمام؟ اليمام فين؟ يكون شطار اكيد طار، بس اليمام مش هيطلع لوحده. يكونش ابويا؟ اكيد ابويا. ابويا ابويا، في ايه؟ كان في القفص ده بابا، كان في تلات يمامات، راحوا فين؟ هو انت اللي كنت حاطط اليمام في القفص؟ حرام عليك يا اخي. يعني يا بابا انت بتطير يا بابا كمان يضربني؟ يا عم انا مش هيقدر في البيت ده ثانيه واحده. راح ارجعه بقى. ايه الواد ده؟ البيجي ابني يا مامي يربيه.